شريف. يلا نوض احلى شريف. يلا ريح. لا بالمتهوزي عين ما يشتي عين تما الفيكس فين ديك الكراسه هاو باش عندك الكراسه شوف ديك البلاد بلاتي بوحدها فهاد القافلة الطبية اليوم كتجي في إطار ترسيخ سياسة القرب من المواطنين كيف كي ينادي بها سيدنا في جميع الخطابات ديالو الله ينصرو. فاليوم كانت شراكه وشراكه مع جمعيه الايادي البيضاء وجمعيه ومؤسسه الشيخ زايد للعطاء باش نعلنوا على اول قافله طبيه اللي كاينه في غادي اللي في المنطقه. فكتشوفوا المواطنين عندهم واحد شي يدوز على خير وبخير لان عندنا واحد 800 لا كنت شعر واحد 800 مستفيد. فالجماعه وفرت جميع الوسائل اللوجستيكيه لا من استقبال ولا من توجيه الناس توجيه المواطنين ويكون خير ان شاء الله ونتمنى يكون غير خير ان شاء الله. الاخوان ماشي زياره هذوك اطباء كاينين في القافله اطباء اختصاص ديال امراض القلب فهما عندهم شراكه مع جمعيه ديال الايادي البيضاء هما متخصصين في القطاع ديال صحه القلب. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بإقليم أسفي وخصوصا المناطق النائية والقروية نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بأسفي لقاء قافلة طبية متعددة الاختصاصات بشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة ومؤسسة زايد للعطاء حيث استفاد مجموعة من المواطنين من خدمات فحص الضغط الدموي والسكري وفحص النساء الحوامل وكذلك خدمات طب القلب والشرايين طب العيون والطب العام وتم تقديم وتوزيع الأدوية بالمجان. واش دابا واش دابا ضروري وعبنا لاكارت حنا من وجهك احسن لينا من كلشي وجهك احسن لينا من كلشي سيري Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمران محمد عبد الله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر بالإمارات. احنا الحقيقة اليوم في المغرب جينا بشراكة إماراتية مغربية لإقامة مخيم مستشفى ميداني في منطقة أسفي بالمغرب، وهذه شراكة إماراتية ومغربية من داخل الإمارات، جمعية دار البر مع بيت الشارقة الخيري مع زايد العطاء ومستشفى السعودي الألماني، وكذلك معنا أخواننا المغاربة أطباء من المغرب. وفي الحقيقة جميع الإدارات المغربية من حرس من أمن الكل مشارك في إقامة هذا المخيم، وبداخل المخيم طبعا عدة تخصصات، هناك فحص للقلب وكذلك استقبال للأطفال وعناية الأمومة والطفولة، وبالإضافة للصيدلية. نتمنى أن المستشفى هذا يؤدي دوره، وخاصة ما شاء الله الأعداد القادمة إلى المكان هذا فوق المتوقع، عدد كبير جدا، لكن بفضل الله عز وجل عندنا ثقة بالفريق اللي عندنا أن يقوموا بالواجب على أتم وجه، وإن شاء الله الأيام المخصصين لها يكفي العدد الوافد إلى هذا المخيم. أتمنى أن الله عز وجل يوفقنا في مهمتنا هذه، وجزاكم الله خيرا. شكرا هاد الناس اللي داروا هاد الجمعيه وجمعوا فيها الناس وداووهم، الله يخلف عليهم، ووقفوا معانا وعطونا الدواء، الله يجازيهم بخير، والله ينصر سيدنا سيدي محمد الأسرة العلوية. شكرا وليدي، الله يخلف عليهم، الله يقوي منتلهم، الله يخلف عليهم، الله يجازيهم بخير. الحمد لله، الحمد لله دوزوا لي على عينيا شوية، هما مساعدين معايا كيشوفوا لي الشوف ديالي، كتبان لي الضبابة على عينيا، دابا الحمد لله انا باقا كيصاوبوا لي شنو استقبال دايرين مستقبلين مزيان، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. المشكله اللي عندك خاصها السبيطار محمد الحارس، هتجي عندي السبيطار جيتي باش تسمع كوريك السبيطار جي عندي يا السبيطار انا ما كانش ولا والو قالوا لي صافي واخد حاجه يلحني ما نحطوش لح ما نعيش ما تشوفش نعاس دونك عطيني هذوك امي ولا خطا انت ما نرقدش ما نشوفوش انت الحاجه عندك هذا بقي ديرو كذا في الغدا شتيها هاي كاع لي تبغى غتغداي ديرو هاي حدا في الغدا هاي مقيده غتغداي وتاخدي واحد اخر وحيده يمكن غادي ناخذ غنتغدا غتغداي واش كاين شي واحد اللي معاك عبد السلام